مبروك. مباراه السوبر الافريقي اللي تمت امبارح ما بين يعني قطبي كره القدم المصريه الاهلي والزمالك اللي تمت في استاد ارينا بالرياض، واللي فاز بها الزمالك فوز مستحق. بنقول للزمالك وكل الزملكاويه الف مبروك، بنقول للاهلي هارد لك. الحقيقه الزمالك لعب مباراه قوية جدا، كل لاعب كان عنده إرادة وإصرار على تحقيق الفوز، يعني كلهم كانوا فايترز، يعني ما يعني كانت عندهم الروح وعندهم الحماس رغم الضغط الكبير اللي وقع عليهم بعد احتساب ضربة جزاء من الحكم الليبي اللي كان فيها عمليات تشكيك كبيرة جدا. زميلنا عارضين اهوت الصورة بتاعت ضربة الجزاء، بيقولوا حمزة المسلوسي مع أكرم توفيق، يعني صراحة كان ضربة جزاء مشكوك فيها بنسبة كبيرة جدا. يا ريت يا جماعة لو ينفع تسيبوا الصورة دي زي ما هي كده. أنا شخصيا احنا هينضم لينا طبعا أكيد ناخد رياضي صح عشان نعلق على الموضوع ده. الزمالك اتعرض لضغط فظيع كبير جدا، وشعرنا في لحظة من اللحظات بمحاولة لانسحاب الفريق من أرض الملعب، لكن لقينا بعد كده ان هو اجتماع مع المدير الفني على الخطوط ورجعوا تاني كملوا. لكن الزمالك نزل الشوط التاني بروح قتالية، حقق نجاح كبير جدا. انا عايز اعلق بقى على ثلاث حاجات يا نهى في المباراة بتاعت امبارح. لو كان انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بمناسبة إحرازه الهدف من خلال ضربة جزاء مشكوك فيها، ده كان هيساوي حالة احتقان فظيعة جدا، هتضيف للاحتقان التراكمي الموجود عند فريق نادي الزمالك اللي هو بيشعر دايما بالمظلومية من الحكام، اللي هو من وجهة نظر كتير من جمهور نادي الزمالك بيقفوا مع الأهلي ضده. يعني كان هيحصل حالة احتقان، وأنا شخصيا ما كنتش هبقى مبسوط على فكرة بالمناسبة، أنا ولا زملكاوي ولا أهلاوي، أنا ما كنتش هبقى مبسوط صراحة لو كانت انتهت المباراة امبارح بفوز النادي الأهلي بالهدف بتاع ضربة الجزاء اللي هي مشكوك فيها. يعني احنا معانا حد على التليفون ولا لسه؟ بيحضروا الحاصل يا نهى امبارح ان اكرم توفيق يعني كان معاه زي شبه انفراد كده، وهو في مواجهه الجون بينه وبين الجون حوالي يمكن 8 9 ياردة، فبدا يشوط الكوره شاطها بطريقه يعني مش طريقه حد عايز يجيب جون، يعني معلش اكرم يعني انا بقول كده يعني. فكان الدفاع بتاع الزمالك جاي عليه بشكل عمودي كده اللي هو المسلوسي. اللي حصل ان حصل تصادم ما بين قدم المسلوسي وقدم اكرم توفيق. بس لو ركزنا شويه طبعا زميلنا في الكنترول بيقولوا ان يعني مش هينفع نعرض فيديو. هو معانا رضا البلتاجي، الكابتن رضا البلتاجي الخبير التحكيمي. اهلا بيك سياده، اهلا بيك يا استاذ رضا. اهلا بيك يا كابتن، اهلا بحضرتك. حضرتك زملكاوي ولا اهلاوي ولا السؤال ده ما يسالش على الهوا؟ بالفعل استاذ ابراهيم اللي يعني اللي في سني وفي تاريخي التحكيمي يكون ليك ميول. خلاص احنا يعني نسينا نقطه زملكاوي واهلاوي دلوقتي. تمام يعني يا كابتن رضا. حكم دولي وكنت رئيس لجنه حكام ولسه ما بعدش عن المجال يعني. يا فندم شرف لينا يعني حضرتك ما تكون موجود معانا. أمرك ربنا يبارك فيك. هو ده يعني ضربة الجزاء اللي تم احتسابها امبارح من الحكم الليبي على المسلوسي نتيجة احتكاك مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، يعني أثارت كتير من علامات الاستفهام وتم التشكيك فيها من رواد وسائل التواصل الاجتماعي. فحضرتك شايفها يعني هل هي يعني مستحقة أو غير مستحقة؟ أستاذ إبراهيم يعني أنا زخيم حكم بلعبة واحدة. اتفضل يا فندم. يعني عشان تقيم اداء حكم لازم تبعد 90 دقيقة وحتى وهو نازل قبل المباراة. تمام يا فندم. لكن ممكن يخفق في احتساب ركلة جزاء او اثنين او ثلاثة وهو عليه حكم كويس. وممكن العكس. يعني احيانا التغاضي عن انذار او فاول واحد. تشك في امانة الحكم. وانا معاييري او معايير تقييم الحكم بالنسبة لي انا امانة عدالة شجاعة. الفنيات دي بتتصلح في وقت سهل جدا. تمام. هرجع لك لسؤالك رغم ان المباراه فيها اكثر من حدث لكن اهمها يمكن ركله جزاء دي. الحكم ما حسبهاش وبعدين وما حدش في الملعب شافها ولا حس بيها، حتى اكرم نفسه ما حسش او ما طالبش بركله جزاء. تمام. اللاعب استمر بعدها يمكن حوالي 50 60 ثانيه. دي حقيقه. ومع اول توقف فوجئنا باستدعاء من غرفه الفار. الحكم راح يمكن بص في العشر ثواني وخد قرار حاسم قاطع باحتساب ركله الجزاء، وكان رائع
بصرف النظر عن صحه القرار من عدمه، لكن قرار رائع، وهو بيواجه اعتراضات نادي الزمالك بانذارين متتاليين في نفس الحبس، جزيري وحد تاني. تمام. وادى انذار للعيب نفسه اللي هو ارتكبه. تمام يا فندم. خلينا اسلم بصحه قرار الحكم في اللعبه دي يا استاذ زهير، لعبه وان كانت لعبه صعبه جدا ودقيقه. يعني انا هسلم هتفق معاهم، لكن انا لو في الملعب مش هدي ركله جزاء زي هو ما خد قرار. لكن بالرجوع للفار. وان كان التصوير كان عايز يكون فيه تصوير افضل من كده. ماشي، لكن انا هسلم. لكن الشيء المثير للجدل ان بعدها بعد ركله الجزاء، طبعا خلينا نقول ان اللعب وقف حوالي 10 دقائق. والحكم اضاف له الوقت بدل ضاع. تمام. تقريبا في الدقيقه 52 في ركنيه للزمالك من ناحيه، بعديها على طول مباشره. لا معلش، خلينا واقفين عند ضربه الجزاء دي يا كابتن. انا سلمت بصحه قرار يا ابراهيم. حضرتك سلمت بصحه قرار. طب انا معلش، هو سؤالين هسالهم لحضرتك، هم بيعبروا عن الاسباب اللي بيتكئ عليها الناس اللي بتشكك في ضربه الجزاء. بيقولوا ان الكره كانت طلعت من رجل اكرم توفيق، فخلاص هنا يعني حتى لو حصل احتكاك، الاحتكاك لن يضر باللعبة، يعني الكرة طلعت من قدم أكرم توفيق. طب خلينا بس أرد على الأولاني قبل ما أرد على الثاني. أنت قلت حاجتين مش كده؟ حاجتين. أقول لك الحاجة الثانية. لا استنى بس عشان واحدة واحدة معاك. اتفضل يا فندم. الأولى اللي أنت أثرتها دي، أولا الاحتكاك ما هوش مخالفة، الاحتكاك في حد ذاته مش مخالفة، لكن المهاجمة هي لعبة امبارح توصيفها مهاجمة. كويس. لو حصل إن مدافع بالشكل ده جاب الرجل يبقى في مهاجمه، يبقى في ركله جزاء حتى لو الكره خرجت. كويس. انت يعني الكره حد ذاتها طالما الكره جوه الملعب داخل حدود الملعب. تمام. يبقى ما خرجتش. تمام. الكره بقى يعني اتلعبت، مش مشكله الكره اتلعبت. صحيح المهاجم لعب الكره اكرم توفيق، لكن الكره لسه في حدود الملعب. كويس. فلو في مخالفه يبقى احتسب ركله جزاء. كويس. طب التشكيك الثاني او السبب الثاني للتشكيك من جانب جمهور النادي الزمالك. ابوك عالي صوتك شويه يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا فندم. عالي صوتك. عالي صوتك. حضرتك سامعني كده كويس؟ ممكن. اتفضل. السبب الثاني اللي بيتكئ عليه جمهور نادي الزمالك لعمليه التشكيك في ركله الجزاء هو ان اكرم توفيق بدا المسلوسي بدا يصطدم بقدم اكرم توفيق بعد خروج كرة القدم، بعد خروج الكرة نفسها من رجل أكرم توفيق. هو نفس السؤال يا إبراهيم، يعني هو السؤال اللي... لا سوري، ده السؤال ولا أنا اتلخبط. هقول لك السؤال. لا ما أنا هقول لك السؤال التاني. السؤال الأولاني تاني يا نوع صحي. لا نوع صحي عني شوية. عشان الصورة. أنا هقول لك. هو اللي حاصل يا فندم إن الاصطدام تم بمناسبة ان قدم اكرم توفيق كانت اتحركت في اتجاهها بعد ما هو شاط الكورة، فبقت اقرب لقدم المسلوسي، يعني بمعنى اصح ان اكرم توفيق هو اللي خبط المسلوسي. لا توصيف مش مظبوط ده يا ابراهيم. اللي حصل ان هو الكورة تقريبا خلاص بتطلع منه لعب الكورة بتنحى. ما انا يعني هقول لك حاجة ثانية، انت بقى قلتها لك ان التصوير في نقطة التلامس مش واضحة قوي. التصوير. انا حتى لا اتهم بمحاباه فريق على حساب الاخر،